السلام عليكم، معكم حمزة شكري ليكتوش في الفيديو في الفيديو القديم اللي كان بان على قناة أشواقع، اللي دابا تشوفوني في حرفة أخرى. صافي، دابا راه قلبت الحرفة أخويا. شحال كنت ندير تنجار اللي كنتو شوني في الفيديو القديم. يعني كيفاش كانت الخدمه ديالك شحال هادي؟ كانت زوينه، جاتني جالس انا والصديق ديالي ياسين الرزقي، كنا جالسين في واحد الشانطي الفوق في الحومه عندنا في الترب. كنا جالسين، قلت لي اخي ياسين علاش ما نديروش تيابولا العيد قرب. قالت لي شهر شو راه، قلت لي هكاك وقولي يا مرحبا توكل على الله. ومشينا تعاوننا بواحد المال قليل، واحد صريف مشيني وجمعنا داك الشيء، ومشينا تقدينا الفصا والشعير، وجينا بنينا تابولا كما تشوفوا صعيبه شويه باش تبنيها، والحمد لله تعاوننا كما تشوفوا راه حنا دابا خدامين. واخا حمزه، شحال راس المال باش بديتي هذا المشروع؟ واحد راس المال قليل ما يتصورش لك على البال. شحال؟ مشينا تقدينا جوج سيمانات، دابا قبل العيد، دابا سيمانه بقى سيمانه للعيد. دابا كنا خدينا البالغ، دابا هاد الحد هذا دايره 1400 1300، والحد اللي فات حنايا خديناه ب 50 درهم. وكما تشوفوا الشعير، خدينا الشعير البلدي، خديناه من عند الوالده ديالي، كانت جابته من العروبيه وكذا، حيت جدي فلاح. فهمتيني؟ كنا خدينا الزرع بلا سلفاتنا هذيك البركه، سلفاتنا تقريبا شي 20 كيلو دابا اللي خدامين بها. حسبت علينا ب 50 درهم. يا ربي، حسبت علينا ب 50 ريال الكيلو، دابا تنبيعها 120. فهمتيني؟ المالاج بشحال خديتيهم؟ المالا 50 درهم كما قلت لك. شحال خديتي من المالا؟ خديت وقع لها شي 14 بحال هكاك. شحال تقاموا عليك؟ تقاموا عليا 14000 ريال. شحال كتقسمهم؟ تقسمهم كيلو واش؟ الا بغى شي واحد جوج كيلو تزيدو، تتحل البالا شحال لا تزيدو جوج كيلو ديالو، ولا تعطي جوج حباش. واخا المالا وحده شحال تكون فيها من كيلو؟ تكون فيها شي 24 كيلو. يعني شحال كتبيع البا؟ 120 الكيلو. كاين اللي تيبيعها 140. حنايا دراوش كنبيعوها، حنا دراوش كنحسوها بالدراوش، كنبيعوها لهم 120، اما كرهناش نبيعها لهم حتى ب 100. شوية ما نقولش لك مربح 100%، شوية راه دارو فيه شوية الريسك، فيه شوية الريسك، راه دارو تقول غادي نتكوصر كذا، راه دارو خايب يدي عليك كيلو راه غادي تكوصر. فهمتيني؟ هذاك الشيء اللي تيطيح في الارض مكوصر انت هاي. حي شعبي؟ اه.
مازدا 100 بالمئة شيء، ماشي 100 بالمئة، 100 بالمئة شيء. كنشوفوا درتي هنايا واحد البراكه اللي صعيب انك ديرها، ما لقيتيش شي صعوبه من عند القايد او المقدم؟ لا والو، دايما يوميا نقدم والقايد كلشي كيدوز يوميا، وما عمرهم قال لي شي واحد. الا البوليس كان وقف واحد النهار ياش كانوا وقفوا سولوني قالوا لي ديال من التابوله وكذا، فيهم ديالي كانوا داروا معايا الحمد لله. دا كنشكرهم من بار، ما كانتش عندي ما كنتش دايرك ماما، والحمد لله تساعدوا معايا وما خلصتهاش. اخويا حمزه كيف كنشوفك دابا نتايا؟ الحمد لله ربي سبحانه وتعالى خلقك بحال هكا. الحمد لله والشكر لله. الاعاقه ديالك ما كتشكلش لك واحد العائق في الحياه؟ هي بيني وبينك صديقي، هي شويه كتشكل شويه الخاطر، هي ضروري كتشكل واحد الصعوبه شويه، تلقى صعوبات مع الاطفال صغار، فهمتيني؟ هادي دوز هادي او شنو، ما لقيتش صعوبه مع ولاد الحومه ولا كذا، راه كما شافوا في الفيديو الاخر شي صحابهم قلت لهم ولاد الحومه وكذا، فهمتيني؟ ولكن تلقى صعوبات مع البراني، تشوف دري صغير راه ماشي شيقول كذا قصير وكذا، فهمتي؟ قدام با ما با تيضحك، شا هو شا الولد الصغير تيضحك وبا تيضحك، هذيك شفتو شنو تسمى قلة الآداب هذي، وما تلقى با ما مربيش، عاد يربي ولده، ما عندوش الوقت تلقى ما عندوش الوقت باش يربي ولده. والآن دابا كيفاش كتعامل مع الناس اللي كيشريو من عندك؟ بخير الحمد لله، تنبيعو مع ولاد الحومة البرانيين شوية الحمد لله. هاد الساعة حمزة نبغوك تحدث لينا أو تعطي واحد الرسالة للشباب اللي كيقول لك ما كاينش ما كيبغيوش يخدموا، كانت كتشوفك رغم الإعاقة ديالك خدام على راسك، لكن بزاف ديال الشباب تيقول لك أنا ما باغيش نخدم. هذاك تيتسنى كما تنقولوا بلغة الشعب، كيتسنى مو تحط ليه 20 درهم في الصباح باش شي يخرج الدري يشري لها 3 درهم ديال الزريعه ويبقى غادي مع الجرده. خاصك تكون راجل، والحمد لله حنايا رجال ولاد الشعب الحمد لله. وراه كما قلتي راه خدام انا، هذوك تيقول لك هو تيقول لك شاد الباك، عطيني انا هذه الكرتونه اللي تيقول لك ما عندكش، بحال اللي تيقول لك انا شاد الباك وما عندي ما يدار. هو صافي تيتسنى فوقاش يشد هذيك الفرصه، يشد هذيك الكريطينه كما تنقول له كريطينه، ويبقى جالس الراحه. في الاخر يقول لك انا بيطالي شوماج، مش عندك الباك. اخوي كيفاش نشرح لك؟ شنشرح لك؟ راه غادي تمرض مع الشعب. وانت اخويا حمزه استاذك النفس وخرجتي تخدم؟ الحمد لله انا والصديق ديالي تعاوننا، واحد القادر صغير كما كنقولوا واحد القدر صغير تعاوننا به وما لقيناش شي صعوبات والحمد لله. وكنبارك لكم العواشر، مبروك عواشركم، وتعيدوا تعاودوا شي حجه للوالدين وشي حجه ليكم، والله يهديكم. اللي بغى يجي عند حمزه شريم من عندي مرحبا بكم، مرحبا بكم صيدليه العمران، مشروع الدوحة كطلعوا مع الشانطينيشن، الصيدلية العمران، حنا حدا الصيدلية العمران، الصف ديال الصيدلية العمران، اللي بغى يجي من الشانطي الآخر، شارع الأرياح، غادي يدور على الرومبا، غادي يجي يدور على الرومبا، آخر رومبا، وغادي يجي في شارع غزة، أنا حنايا هنايا. ورينا البراكة ديالك. مرحبا، الله يبارك، هاي يا خويا. هذا هو المشروع الصغير ديالنا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.